السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون التطبيقات الكتابية، علامات الترقيم، أقسام الكلمة، الجملة المفيدة. السؤال الأول: أرسم علامة الترقيم المطلوبة. نقطة، فاصلة، علامة استفهام، علامة تعجب. السؤال الثاني: أقرأ الجملتين وأكمل الجدول بكتابة كلمتين مناسبتين في كل خانة. تشهد المآثر التاريخية على حضارة المغرب. تزين مسجد الحسن الثاني بالزخارف الأصيلة. الاسم: المغرب. مسجد. الفعل: تشهد. تزين. الحرف: على. ب. السؤال الثالث: أضع علامة أمام كل جملة تفيد معنى. الجملة التي تفيد معنى: زار وائل مسجد الكتبية بمراكش. تزخر العاصمة بالمعالم الأثرية. السؤال الرابع: أكمل الجمل الناقصة بما يناسب من الكلمات لتفيد معنى تاما. على: الناظر. يعتز. تشهد المآثر التاريخية على حضارة المغرب. يعتز المغاربة بمسجد الحسن الثاني. يستمتع الناظر بصومعة حسان. السؤال الخامس: أركب جملة مفيدة بترتيب الكلمات الآتية وأضع علامة الترقيم المناسبة. تطل القصبة على البحر.